تعدى السقف ديال 25 وتخلي شباب ريف الحسيمي تعاني مع النادي القنيطري والكوكب مراكش. دار كرة مرة أخرى وضربة رأسية والهدف، هدف لفريق النهضة البركانية، هدف لفريق النهضة البركانية. كذلك كاين لوكودرا، وهنايا غادي نلاحظوا على لوكودرا هو اللي كان قوي عند هذا اللاعب اللي سجل، ما نساوش التمريرة ديال اللاعب محمد عزيز. عزيز اللي التمريرة ديالو كانت جيدة من اللاعبين المتميزين داخل الفريق النهضة البركانية، كيعطي حلول إضافية في الجبهة الأمامية عند الصعود. التمريرة ديالو دائما، نحن نتحدث عن الذي يسجل الهدف، نتحدث عن صاحب الهدف، لكن لا نتحدث في غالب الأحيان عن صاحب التمريرة واللي كيكون عنده الدور كبير. وشاهدوا كيفاش أنه اللاعب محمد عزيز مرر بشكل جيد والضربة رأسية اللي لحظة. إذا اللاعب الراقي والغيم فات قوية والهدف، هدف تعادل في هذه اللحظة، هدف تعادل لفريق. شاهدوا التسديدة، إذا كنظن أنه ربما كانت لمسة ديال أحد المدافعين، شاهدوها مرة أخرى. إذا ولكن كانت تسديدة قوية ديال اللاعب اللي أعطت هدف التعادل في مرمى الحارس المحمدي، حارس مرمى. ونشاهدوها من زاوية أخرى هنا بالفعل. إذا اللاعب ترابي